إذا متابعينا الكرام، باش نسدوا علينا بتاتا هذا الموضوع ديال قال لك نظام حضارات الجزائر افتتح مكتب لتمثيليه الريف في حضارات الجزائر، وانهم غادي يدعموا الاستقلال ديال الريف، واننا في الريف نتعرض للاضطهاد، وان الدبابات تتجول في شوارع الحسيمه، وبان المخزن حاقرنا، وما عرف شنو من هذه الخزعبلات. طبيعة الحال نحن نعلم جيدا على انها خطوه غبيه كارثيه فاشله في نفس الوقت لنظام حضارات الجزائر الفاشل على كل المستويات. لكن في هذا الفيديو غادي ندير واحد الحاجه اخرى، غادي ناخذ الراي ديال الوالده، ناخذ الراي ديال الوالده هي اللي غادي تعطينا الراي ديالها في هذا النازله، في هذا الموضوع ديال اننا في الريف باغيين نستقلوا، بان نظام حضارات الجزائر الداعم لتقرير مصير الشعوب والحريات وما عرفت شنو سوف يدعمنا من اجل الاستقلال، وغادي يديروني انا هو وزير الدفاع، وغادي نهزم ان شاء الله على اوروبا، وسوف اعيد الاندلس. على كل غادي نعيطوا الوالده وغادي نسولوها، وهي اللي غادي تقول لنا واش فعلا احنا في الريف باغيين نستقلوا، ولا هذا ضرب من الجنون. نسول ونشوفوا. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ما حنا ما خرجين، كل شيء مزيان؟ مين تعاود؟ الحمد لله سالم مجي. الحمد لله الحمد لله. ايوا مزيان. انا الحمد لله. شوف اي ماج ازو ازو اش مسقسيغ ياك خارفنا قالوا خارج الجزائريين كان شي نزو نقدا ولا نزو الاستقلال نزو المخزن يتعدى خفنا، واش فعلا شني نزو نقشي نداو ولا كياريف روحي قان قا غانا المجاعة قا وغانا شي من غشان قا المخزن يتعدى خريفيين. لا سيدي روحي ريموت لي هو نجي نجيب راسي من غشان لقيت من الطوابير ما كاين ما يشفي ما كاين شي غدا كازوين شي قا وغاسن شي الحمد لله الماء الماء في النهار ودني تجيبوا المشكل. لا 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 آمن. 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 صافي اما سنا قال واخا يفتتح شي مكتب غاسنقي الجزائر وكان روخا قاري فين يزون استقلال يزون تقندا ولا نسان قا مرايداش دي الله يرحمه شنو كان غادي يقول لهم؟ جد مسكين كان مقاومة سيرورا غاسل الله يرحمه تسجلوا في عزيزة تدخلش ندقوش يعني جماد ماضي ماضي غاس قاطس شنو هاي قاطس يشتروا والله ما تصاميهم آمن يا الإسبان مع ضد الإسبان ضد إسبانيول ضد إسبانيول ضد الإستعمار زعما بالاستعمار اي اي حرب تنفس قانونها جاء الحرب من الاسبانيون دي حرب ديال الانوار خلي كل شركه كيفسك امن واخا ايه شي ديما انا نسكن الجزائريين خوانا زينانسن زينانسن خوانا ايرا يتحارب هنا اسبانيون ضد الوفاء امن ايوا لا 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 فهما لا 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 ما شاء الله تبارك الرحمن يخزينا سيدي راح شكتي خير. قازيغ مشى حاريف حار الحسيمه قازيغ الدنيا هانت. لا لا الحمد لله. ديني الماكله ديني الخيرات تبارك الله ديني كل شيء. وني تازوله ديال صغار راني مصوره. الاستاذ كش جيبو ديال حاجه يلا. نيشان. هذا ما كان. نيشان من الاخر. يلا سيدي. يلا يلا يا مهند.
مليح الحمد لله، كل شيء بخير، كل شيء الحمد لله هند. الحمد لله تمام. يا لا والسلام مهلا، عليكم يا وعليكم لا سلام السلام عليكم، ورحمة يا لا يا الله لا سلام. وبركاته. هذه الوالدة قالت لكم اللي باغي يدير شي دولة ولا صداع الراس وهاد الخزعبلات راه مضروب في دماغه، مضروب في الراس ديالو. فهذا هو الرأي ديالنا احنا في الريف. شوف الريف كامل، الحسيمة كاملة، الناظور، كل شيء كل شيء كل شيء. احنا عارفين الحقيقة وعارفين باللي ان هذوك الرباعة اللي مشاو، هذوك واحد الربعة ولا خمسة اللي كيقولوا على راسهم روافع وباغيين يديروا دولة وباغيين يديروا الاستقلال وباغيين يديروا ما عرفت شنو، هذوك راه مجموعة ديال الفشلة. نقول لكم راه كاين دابا شهادات في مواقع التواصل الاجتماعي ديال اللي كيعرفوا هاد الناس، اللي كيعرفوا هادو غادي يعاودوا لكم على الحقيقة ديالهم. فشلة من الناحية الأخلاقية، ساقطين من الناحية الدراسية، من الناحية العملية، يعني ميكروبات. راه هذه مسألة عادية في أي دولة، في أي مدينة، في أي، غادي تلقى شي مجموعة ديال الفشلة على جميع المستويات. كان اللي كيكون مثلا فاشل عمليا ودراسيا ماشي مشكلة، هذاك نقول عليه يعني ما زقش ليه في القراية ولا في هذه، ولكن تكون فاشل أخلاقيا هذه هي الخطيرة، هذه هي المسألة الخطيرة. أنا قلت لكم شي وحدة من هذوك ساخطين عليهم والديهم، واش كثر من شي حاجة أن الوالدين ديالك يسخطوا عليك؟ ومن بعد غادي للجزائر وسخطوا عليه المغاربة، سخطوا عليه والديهم وسخطوا عليهم المغاربة، ما تبغيش تسال عدوك كذلك. فعلى كل غادي نسدوا هذا الباب متابعينا الكرام. استمعتوا الراي ديال الناس بطبيعه الحال. الروافه راه ما شاء الله عندي هنا في القناه، يمكن لكم ترجموا هادشي اللي قالت الام ديالي، اللي قالت باللي راه الريف الحمد لله ما ناقصنا تا خير، الخيرات كلشي موجود. داكشي اللي كاين في الريف ما غاديش تلقاه واحد حتى في العاصمه ديال حضيره الجزائر، من خيرات ومن مشاريع ومن تنمية ومن مجموعة من الأمور. صيروا للحسيمة وديروا مقارنة مع عاصمة حضيرة الجزائر، راه ما يمكنش، لا مقارنة. وأنا ما كيعجبش ندير هذه المقارنة ما بين المدن ديالنا في المغرب والمغرب بصفة عامة مع حضيرة الجزائر. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم لذلك الحين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.